يمهدوا لنا الطريق نحو الاستمرار في العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي وضعها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تنهض مصر من عصرتها ونبني مصرنا الحديثة، مصر المستقبل والعلم والكرامة. السيدات والسادة، لقد عهدنا الله وشعبنا أن نبذل أقصى ما في وسعنا كنواب لهذه الأمة لكي نرتقي بحاضرنا ومستقبل أبنائنا، فكنا ولا زلنا كنواب وممثلين على الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مقدمة الصفوف الدائمة لسياسات الدولة وتوجيهات ورؤية السيد رئيس الجمهورية نحو تنمية شاملة ومستدامة. وفي هذا الصدد فإنني أود أن أؤكد على مبايعتنا ودعمنا الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.